مشاهدينا وللمتابعة، انضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي. أستاذ محمود، كما تابعنا في التقرير ردة فعل سعيدة من المواطنين حول هذه القوافل الغذائية والخدمية في شمال سيناء، رأيك في وجود مثل هذه القوافل في هذا التوقيت وردة الفعل التي تابعناها من قبل المواطنين؟ مساء الخير عليك وعلى كل المشاهدين الكرام. يمكن مش ردة فعل أهالي سيناء بس هي الإيجابية وسعيدة بهذه القافلة، ولكن كل المصريين أكيد هيبقوا مبسوطين جدا جدا بالتقرير ده وباللي شافوه من مبادرة كلنا واحد لتوجهها لشمال سيناء، لأن احنا لنا سنوات متعودين إن احنا نسمع منطقة الشيخ زويد وبير العبد والمناطق في شمال سيناء مرتبطة بأخبار غير سعيدة بالنسبة لنا، لكن دلوقتي احنا بنسمع عن وجود وتوجه قافلة بهذا الحجم ومبادرة كلنا واحد لأهالينا في سيناء لنوصل رسالة بس لكل العالم، مش لأهالي سيناء بس ولا للمصريين، ان خلاص سيناء استردت كل الأمان وكل المقومات اللي تخلي الحياة تبقى طبيعية فيها زي ما كانت على الأول وافضل. شفنا ردود افعال الطلبه في مراحلهم التعليميه المختلفه من ابتدائي واعدادي وجامعه، ازاي الحياه عندهم تبدلت واختلفت عن سنتين فاتوا ولا ثلاث سنين فاتوا، واصبح دلوقتي حياتهم طبيعيه. وزاره الداخليه دايما من يوم ما اطلقت مبادره كلنا واحد في 30 يونيو 2018 ويمكن دي المرحله رقم 24 في المبادره على مدار السنوات الماضيه، وهي ذراع اجتماعي قوي جدا في الشارع المصري من خلال هذه المبادره ومن خلال المعارض اللي بيعملوها في كل المواسم اللي المصريين بيبقوا محتاجين فيها مثل هذه المعارض لتحقيق التوازن في اسعار السوق المصري، وخاصه في الفتره اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي عمليه التخبط في الاسعار. يمكن وصول هذا المفهوم لمنطقه شمال سيناء وان احنا كلنا واحد بالفعل والامر يترجم على أرض الواقع بهذه الخدمات، إلى جوار ذلك انتقال الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية وللمرور، ويوصل لك رسالة أن مصر يمكن خلال الفترة الماضية ما تكبدته من خسائر في أرواح شهدائها لتحقيق الأمن والأمان ليس كان بالأمر السهل ولا كان بالأمر النهائي. يمكن احنا احتفلنا من أيام منذ أيام بيوم الشهيد وشفنا الاستذكار اللي دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيذكرنا بيه بقيمه هؤلاء الشهداء اللي تخضبت رمال ارض مصر بدمائهم الزكيه الطاهره علشان البلد دي تكمل وعلشان البلد دي تعيش في امان. يمكن التقرير ده هيدخل السعاده والفرحه على قلوب كل المصريين من اقصاها لشمالها، من اسوان لغايه اسكندريه ومن سيناء لغايه السلوم، لان احنا يعني دايما بنتمنى، دايما كنا بنقول ان احنا عايزين نتخلص من الارهاب في سيناء وعايزين نتخلص من المشاكل الامنيه الموجوده هناك، والحمد لله استطاعت الجيش والشرطه المصريه ان يتحقق امنيه المصريين في هذا المكان، واللي بيحصل النهارده ده ترجمه حقيقيه واقعيه لذلك. صحيح، هي ترجمه وترجمه ايضا لما ذكره الرئيس السيسي في يوم الشهيد كما تفضلت، اولا اننا لا ننسى ابدا تضحيات ابنائنا، ولذلك كان شعار الاحتفاليه الثمن نظرا لما قدموه فداء للوطن من أرواحهم. وذكر الرئيس أيضا أن سيناء الجديدة سنشاهدها بعيدة تماما عن الصورة التي رأيناها في السنوات الماضية من وجود بؤر لجماعات إرهابية وخراب ودمار، وهذه المؤشرات يعني التي بدأت ورأيناها الآن في هذا التقرير كما تفضلت. بالضبط، يمكن احنا منتظرين الفترة المقبلة تبدأ سيناء تلبس ثوبها الجديد في مشاريع التنمية اللي احنا بنتكلم فيها، ان احنا نستغل كل شبر في سيناء لتحقيق تنمية حقيقية تعود على مصر وعلى اقتصاد مصر بالخير، وخاصة ان احنا يعني يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية رغم كانت الظروف الصعبة هناك ولكن الدولة لم تتوانى في ان هي ممكن تحقق مشروعات نستفيد منها مستقبليا زي الانفاق اللي عبرت فيها السيارات اللي رايحة بالقوافل الخير اللي رايحة لشمال سيناء، ويمكن دي كانت من المشروعات المهمه جدا واللي متاخره جدا كنا منتظرينها من سنوات طويله جدا من بعد حرب اكتوبر، ان كانت سيناء بعيده بالنسبه لمصر ولكن اللوجستيات اللي حققتها دوله الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقريب المسافه سواء كان من طرق ولا من انفاق ولا من محاور مهمه جدا
لهذه المنطقة العزيزة على كل قلب مصري، يمكن دي هتساهم خلال الفترة المقبلة ان احنا نعرف نستفيد اكثر من المشروعات اللي ممكن تقوم في شمال سيناء، سواء كانت مشروعات زراعية او مشروعات صناعية او مشروعات محجرية. ويمكن المخطط للتنموي بتاع شمال سيناء جاهز وقابل للتنفيذ خلال الفترة المقبلة. نعم، اشكرك جزيلا الاستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي.